من جنيف ينضم إلينا السيد كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية. سيد ليندماير، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. حذرتم من أن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة كما صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. من واقع مشاهداتكم، كيف تتابعون الوضع في غزة في ظل ما يتوارد إليكم من تقارير إذا توفرت، سواء بشأن الأوضاع الصحية أو نقص الإمدادات أو حتى استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في غزة؟ So it's a very dire situation and on top of it we have not had any updates from our own people. نحن ليس لدينا تحديثات من مسؤولين هناك لأننا لا نستطيع التواصل معهم. إن وزارة الصحة في غزة لا تستطيع أن تقوم بتحديث الأرقام لديها منذ يوم الأحد، حتى أن هذا هو اليوم الذي حتى الآن لا نستطيع الحصول على أي تحديثات، فلا يوجد إمدادات من الطعام والغذاء والمعدات الطبية، وكذلك الاتصال هناك، وكذلك شبكة التواصل للشاحنات هناك موقوفة، وحتى الاتصالات هناك صعبة للغاية. نستطيع فقط معرفة بعض الأمور من أشخاص هنا وهناك، نحاول أن نتواصل مع من هم يكون هنا، والتقارير والصور التي تروها من هناك هي مروعة. إن الهجوم على المستشفيات يستمر في جميع أنحاء غزة، ولا يجب أن نركز فقط على مستشفى أو اثنين في شمال غزة. إن هناك العديد من المستشفيات هناك تعاني، وغزة الآن تحت الهجوم في كل مكان. لا يوجد مكان آمن في غزة، ليس في الشمال ولا في الجنوب ولا في مدينة غزة نفسها. الأطفال والعائلات والأشخاص هناك يحتاجون إلى الماء بشكل عاجل، إنهم حقا يحتاجون إليه، ولذلك أيضا يحتاجون إلى الوقود، لأن هو الشيء الوحيد الذي يمد المولدات هناك بالطاقة. إنه مثل الهواء هناك، إنه ضروري لأجل كل شيء في ضروريات الحياة، من أجل المعدات الطبية، وأيضا من أجل الحضانات الأطفال، وأيضا من أجل المرضى، ومن أجل المعدات الطبية، وحتى من أجل إحضار المواد من مكان إلى آخر. كل شيء في حاجة ماسة هناك إلى الوقود. طيب سيد ليندماير، ما هي آخر مرة تم التواصل فيها أو تواصلتم مع المسؤولين عن القطاع الصحي في قطاع غزة؟ كم عدد الأيام ربما التي مرت دون أن يتم هذا التواصل؟ وهل تحدثتم من الجانب الإسرائيلي بسبب حصار المستشفيات أو على الأقل الدعوة لتهدئة الحصار وقصف المستشفيات؟ نحن على تواصل ومناقشات كبيرة مع الجانب الإسرائيلي، ولكن استطعنا أن نقوم بعمل بعض الاتصالات بالأمس باستخدام الأقمار الصناعية، ولكن الباقي من الاتصالات لا يعمل. ونحن نتحدث مع الجانب المصري والجانب الإسرائيلي، وكل شخص هو على له علاقة بالأمر، حتى نستطيع توصيل الاحتياجات اليومية والأساسية. وكل الأمم المتحدة تتعاون سويا لأجل دفع هذه المساعدات، وقف إطلاق النار. وكذلك مجلس الأمن قد وافق أخيرا حول قرار من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل هدنة إلى عدة أيام، وهي أمر نحتاجه بشدة من أجل الوضع الإنساني. نحن نطالب بهذا الدفع حتى يكون كل شيء موجود. إنه يحتاج إلى مزيد من السياسة لوقف هذا. ما هو الطلب الرئيسي الذي طلبتم به إسرائيل، وماذا كان الرد؟ هي غياب وقف تلك أهمية وجود وقف إطلاق النار، حتى نستطيع دعم المستشفيات، ونستطيع أن نساعد فرقنا هناك الذين هم منهكون بشكل كبير، ويمكننا أن نقوم بمساعدة على خروج أولئك المرضى والمصابون بشدة، وأيضا مساعدة أولئك الذين لا زالوا
على الأرض في غزة. كل شيء يدخل في حيز تلك النقاشات أيضا فيما يتعلق بتوفير المياه والغذاء حين تكون هناك بعض الوقت الآمن حتى لو عدة أيام. حتى إذا لم نستطع الحصول على هذا فعلى الأقل نحتاج إلى الماء والمواد الطبية. طيب سيد ليندماير، هل سبق حدث وشاهدتم أو عاصرتم هذا القدر من المأساوية أو الصعوبة في الأوضاع الإنسانية التي يعيشها فلسطيني غزة في أي منطقة من مناطق الصراع في العالم؟ للأسف يوجد العديد من الصراعات حول العالم تحدث الآن في السودان وأيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من الأماكن، ولكن لم يحدث هذا في مناطق مكتظة بسكان مثل غزة حيث يعيش أكثر من 3 مليون شخص في مكان ضيق. هذا وضع مختلف حيث يوجد عدد كبير من السكان. نعم إنه موقف مختلف. وما حجم الدور الذي تلعبونه أو يلعبه موظفوكم وطواقمكم الطبية سيد ليندماير في القطاع، وكيف تتعاملون مع الاتهامات أو الادعاءات الإسرائيلية بأن هناك مراكز قيادة أو أن هناك أيضا يمكن استخدامه للمستشفيات الفلسطينية في غزة كأهداف عسكرية أو يديرون من خلالها عمليات؟ طبعا هذه اتهامات لجانب الفصائل الفلسطينية. So we have ourselves WHO. We have 30 staff. كمنظمة الصحة العالمية لدينا حوالي 30 من الطواقم في الآن في غزة. معظمهم هم فلسطينيين. وأيضا لدينا حفنا منهم من جنسيات مزدوجة يحاولون التواصل معنا حين كلما استطاعوا مع منظمة الصحة الفلسطينية. إنهم لا يقومون بمعالجة المرضى هناك بنفسهم. إنهم يقومون بإدارة الأمور اللوجستية هنا. ويحاولون ترتيب الأمور هناك، ولكن الوضع سيء جدا أن نسمع حول تلك الاتهامات، لأن المستشفيات لا يمكن أن تستغل أو تستخدم لأي هدف عسكري. هذا انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي وكذلك مهاجمة المستشفيات هو أمر ينتهك القانون الدولي. أي مستشفى في أي مكان أيا كانت الظروف لا يمكن أن تستهدف. المرضى يجب أن يكونوا آمنين. الأشخاص الذين هم بالفعل مصابين يحتاجون إلى أماكن آمنة للذهاب. السيدات الحوامل يجب أن تكون بولادة أطفالها، والأشخاص الذين يحتاجون إلى معالجة يجب أن يكونوا آمنين ليستطيعوا توفير الرعاية، الأطباء توفير الرعاية لهم. لذلك فالوضع هو محبط وسيء للغاية، ولكن يجب أن نحاول فعل ما بسعنا. أعتقد أن إذا كان هناك تحقيق مستقل سيكون هذا أفضل، لأن يوجد العديد من المستشفيات تتعرض للهجوم. لذلك فنحن نحتاج إلى اتفاق ونحتاج إلى السماح إلى وجود أشخاص هناك. الصحفيين أيضا يطالبوا بتحقيق مماثل، لكن هذه ليست نقطة منظمة الصحة العالمية. نحن ننظر إلى المرضى والجرحى والمصابين وأولئك الذين لديهم أمراض، ويجب أن نتأكد ونحاول التأكد من أن كل شيء في مكانه لجعلهم أفضل. طيب سيد ليندماير، قلت أن هناك تواصل بينكم وبين الجهات المسؤولة في مصر من أجل مساعدة قطاع غزة من الناحية الإنسانية ومن الناحية الطبية. كيف يبدو شكل وطبيعة هذا التواصل؟ وما رأيكم أيضا في ما يتعلق بإدخال المصابين والجرحى إلى الجانب المصري للعلاج في المستشفيات المصرية؟ انظر إن مصر تقوم بدور فعال للغاية وهو دور رائع.
حيث أن المستشفيات مجهزة لتستقبل هؤلاء المصابين والنازحين من غزة من قبل الهلال الأحمر المصري. يمكنك أن تذهب وترى أولئك الأطباء الذين يساعدون هناك، إنهم يعملون بشكل رائع حقا. المشكلة هنا أيضا هي محاولة دخول المساعدات خلال معبر رفح حتى تستطيع تلك الحافلات دخول عندما تكون يتم السماح بهذا. هذه المشكلة، كيفية دخول تلك المساعدات إلى غزة للتأكد من وصولها إلى المدنيين في غزة، للتأكد أيضا من لأن كما ترى الأمراض يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة الآن، وكل هذا يمكن أن يحدث. فالعمليات اللوجستية رائعة، ولكن يجب أن يكون لدينا إمكانية للوصول إلى غزة الآن. طيب، هناك مناطق معزولة سيد ليندماير، هناك سكان ما زالوا عالقين، ما زالوا موجودين في مناطق العمليات العسكرية والميدانية سواء في الشمال في الوسط، يعني هل هناك أي وسيلة للتواصل مع هذه الفئة المهمشة؟ كيف تعملون أيضا مع غيركم من المنظمات التي تقدم أي خدمات طبية كالصليب الأحمر الفلسطيني، منظمة أطباء بلا حدود؟ كيف يجري التنسيق مع الطواقم هذه الطواقم المدنية على الأرض؟ أحيانا لا يمكن التواصل معهم، لأن كما تعلمين الاتصالات مقطوعة الآن، فالتواصل على الأرض يحتاج إلى كهرباء، والكهرباء تحتاج إلى مولدات، والمولدات تحتاج إلى وقود، والوقود قليل، فذلك فهي يتم قطعها. فالعديد من قنوات التواصل قد توقفت الآن، فالتواصل اليومي للتنسيق هو أمر غير ممكن الآن. لا زال يمكن لبعض فرقنا أن تتواصل بشكل شخصي، ولكن هذا ليس آمن، لأنك تحتاج إلى أن تكون في الشوارع وأن تجد أماكن آمنة. يجب تحتاج أن تذهب إلى طرف الأشخاص، وهذا حقا خطر للغاية. لذلك من الصعب التنسيق، أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل. لهذا مرة أخرى، فالوقود نحن في حاجة مسة إليه، لأن مع وجود الوقود يمكننا أن نجعل أشياء كثيرة تعمل. يمكن أن يتم ضخ المياه إذا توفر الوقود، يمكننا توصيل المساعدات إذا توفرت الوقود، يمكننا أن نقوم بتشغيل المخابز وغيرها من المعدات إذا توفر الوقود. كذلك المعدات الطبية يمكنها أن تعمل بتوفر الوقود. كل شيء يعتمد على الوقود الآن، لأن لا يوجد مصدر آخر للكهرباء. هناك أنباء تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وهذا خبر مؤكد، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إدخال شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الجانب المصري، أو على الأقل مراسلنا أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، يشير إلى أن هناك 150 ألف لتر من الوقود سوف يتم إدخالها إلى قطاع غزة خلال هذا اليوم. أعود إلى ما يتعلق بانتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة، هل لديكم أي تقارير تتحدث عن رصد انتشار أمراض أو أوبئة في بعض المناطق في القطاع؟ دعني أتحدث عن الوقود للحظة. لقد رأينا تلك التقارير حول دخول الوقود إلى غزة من موافقة من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن لا يمكن التأكيد هذا الآن، لأن ليس لدينا أشخاص هناك. ولكن حتى إذا قاموا بإدخال ذلك الوقود الذي أخبرونا به، لكن هذا رائع، ولكن هذا مرة أخرى نقطة في البحر. فمكان مثل مستشفى الشفاء يحتاج إلى 70 لتر 17 لتر من الوقود بشكل يومي حتى يستطيع العمل. 17,000 سيارات الإسعاف والشاحنات التي يمكنها أن تقوم بنقل الوقود، وتحتاج إلى الوقود، كل شيء يحتاج إلى وقود.
نعم من الجيد أن يتم إدخال بعض الوقود ولكنه مرة أخرى هذا غير كافي. يجب أن يتم إدخال هذا الوقود بشكل مستمر حتى نستطيع جعل الأشياء تعمل وعن الأمراض وهذا أمر مهم للغاية. فالناس الآن تحت القصف إنهم في الشوارع يوجد مخلفات طبية وملوثات وأولئك الذين يموتون والمرضى هناك لا يوجد مياه نظيفة لا يوجد تحليل المياه لا يوجد حتى نظام صرف صحي. أولئك الناس يتجمعون معا في مناطق ضيقة يختبئون سويا فإن تفشي الأمراض يمكن أن يحدث بشكل سهل ويسير. لدينا العديد من الأمراض الصدرية متفشية لدينا أكثر من 2000 شخص ربما تعدى الإحصاء إلى 45,000. قال أحدهم إذا لم يموت الناس من القصف سيموتون من الأمراض. هذا هو الوضع الآن في غزة. كما تقول الوضع مزري والتحديات الطبية والصحية صعبة للغاية في قطاع غزة. على إتحال شكرا جزيلا السيد كريستيان نيدماير وهو المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كان معنا من جنيف. شكرا جزيلا لك.